خلينا نقول سلمى، مسك الختام راح يكون مع المطبخ السوري يلي يمكن اليوم الطاولة مبينة عم تحكي قديش في تنوع بمطبخنا السوري. دائما سلمى بكل أنحاء العالم تنوع الأطباق، الطعمة الشهية، يمكن الغنى بالفيتامين سوا دائما من بيكون بالمطبخ السوري. الحلويات كمان هي متنوعة كثير بأشكال بطعمات. يمكن العيد هو أحلى مناسبة وأحلى وقت لحتى احنا نعبر فعلا عن شطارة المطبخ السوري وده هو طيب. صحيح، ما نطرتي لخلصنا. لا ما نطرت، انا دقت قبل ما يشوفوني قبل ما يشوفني الجمهور، حتى المخرج جاكر مني كان بده ينزل يترك وينزل، بس رح نخبي له شوي هذا شيء اكيد. طبعا مثل ما قلتي فرح الحلويات او بشكل عام كل مطبخ له مميزاته، ويمكن بالاعياد بالذات. هلا اذا بتعملي جوله بالوطن العربي بتلاقي كل دوله إلى نوع حلو مميز فيها. يمكن بسوريا الحلويات الشرقية، بعض أنواع الكعك، البيتي فور، هدول شغلات مميزة فيها. اليوم معنا شيف، دائما نحن بنكون مبسوطين انه يشاركنا بالمناسبات الحلوه مثل العيد. اليوم طبعا الشيف الياس صغيب رح نتعرف اكثر على بعض انواع الحلويات ونقول له هيك صباح الخير. صباحك حلو. صباح الخير، صباحكم حلو، صباح مبارك. صباح الاعياد دائما مميز، وصباح البركه لكم لمشاهدينا. كل عام وانتم بخير. وانت بخير. يسعد صباحكم، صباح كل اللي عم يشوفونا. يسعد لي صباحك مره ثانيه، ينعاد عليك بكل الخير والمحبه. اليوم خلينا ندخل بالموضوع دغري. اصناف حلويات العيد تغيرت شيء بين قبل وهلا؟ تغيرت الطلبيات؟ العالم شو عم بتحب اكثر اليوم؟ هلا دائما في الحلويات اكيد يعني بتتغير، لانه المواد معانا عم تتغير يعني. نعم. فصار في يعني بعد في حلويات شرقيه، طبعا مثل ما المطبخ بالاكل تغير صار في اكل غربي، كمان صار في عندنا حلويات غربيه، يعني في غربي وفي شرقي يعني. هلا بتتغير بالمناسبه يعني خاصه بالظروف الماديه اللي البلد بلا مؤاخذه نحن فيها، ففي عالم اليوم ما قادره تحط كل الانواع، تختصر مثلا هذا العيد نوعين. العيد هي التشكيله بعد... الحلوه اليوم خلينا نحكي عنها، يعني الالوان مختلفه، الطعمات كمان مختلفه، البوتي فور، البرازق، شوكولا، الغريبه، هذا التنوع قد ايه حلو اليوم يكون موجود على الطاوله. اكيد اكيد، لا يخلى العيد من تنوع الحلويات يعني، بالاضافه للكعك. يعني الكعك هو رئيسي قبل المعمول، هو المعمول رئيسي يعني، بس كمان عندك الكعك الراس بحليب حسب ما تسمى بكل منطقه ومنطقه، او بحمص وهي بسموها مبسبس. فهي ما في عيد يعني، ما في عيد بدون الكعك طبعا يعني. صحيح. خلينا نشوف هيك الطبق الرئيسي اللي هو يمكن الكل بيحب يكون موجود. نعم. اليوم تختلف الاصناف والتسميات مثل ما حضرتك قلت، والطعمات حتى يعني. هلا صرنا عم نشوف، كنا متعودين على مثلا ثلاث اصناف او اربع اصناف معروفه اللي هي العجوه، الفستق، الجوز. هلا صرنا عم نشوف نانرج، في البعض عم يكون في حشوات ثانيه. خلينا نحكي على الجديد اللي عم بتدخلوه كل فتره. هلا جديد اليوم نحن داخلين بطعمتين جداد او شكلين جداد، نوعين جداد بالمعمول، اللي هن الراحه معجونه بالفستق الحلبي وعليها من برا شوكولا كرانش وفستق حلبي. ايه شكل ورقه. تمام. هي كثير طيبه مميزه. ما اني مسكتها لازم يروح يعني، مشان ما رجع على الصحن محل ما مسكتها. وعندك النوع الثاني هو معمول الورد. معمول اليوم الورد الزباين كثير مميز. نعم يعني. الزباين شيف قديش يمكن بيقولوا لك مثلا انه انا ممكن بدي حلو خفيف السكر كثير، بدي طعمه الفلا. اليوم خاصه بالجيل المعاصر الجديد يعني طبعا عم يطلبوا هيك انه تكون صحيه قدر الامكان وما ينحربوا من الحلويات. اي طبعا اكيد، ونحن عم نلبي يعني، عم نلبي يعني. تمام. اكثر طلب على خاليه نهائي من السكر، أكيد ولكن نسبه خفيفة. السكر تبعها مخفضه او حتى ممكن يطلبوا السكر الطبيعي يدخلوه بدل السكر المصنع. ممكن ايه مثلا ناخذ ميه العنب ونعمل فيها مربى، هيك بتكون سكر طبيعي 100%. اكثر شيء اليوم مطلوب بين هدول هي التشكيله الحلوه اليوم. هلا انا هدول الاقراص بحليب انا ما بتخيل انه ممكن
ممكن العيد يمرق بدونهم، بحس انه شيء اساسي تماما. قديش اليوم في طلب كثير كبير عليهم، حتى هي الشغلات التراثيه البسيطه، ان كانت اقراص العيد، ان كانت بحشوه، ان كانت البرازق، اي النواشف خلينا نقول. طبعا كمان لازم يكون في او هو مفروض او في طلب يعني. هلا بالنسبه للكعك ما حدا بيوصي، قليل لا يوصي، ولكن الزبون اللي بيجي لياخذ الطلبيه تبعه بس يشوف ريحه الكعك بيك مثل امبارح، اعطيني نص كيلو، اعطيني كيلو، اعطيني كيلين. فهي بتنباع بدون تواصي يعني على الريحه يعني. طبعا ريحه الكعك اكيد انت هلا شميتي. اكيد اكيد. طيب خلينا نحكي كمان اليوم مع هي التطور، مثل ما كنا عم نحكي تحت الهواء، حضرتك قلت انه نحن نشتغل اكثر على التواصي يمكن. اليوم قد ايه بتشوف مثلا في ناس ممكن توصي طلبيه كامله لمرضى السكري؟ صرنا عم نشوف حلويات معموله كامله لمرضى السكري مشان ما ينحرموا يعني من هي. خلينا نحكي شوي هيك عن التنوع والمرونه اللي صارت موجوده عندكم بالشغل. اكيد لازم يعني عم بيصير في تواصي مو بس بالحلويات، حتى الحلويات اللي هي المربى، انه مثلا توت سكر مخفض. في ناس عندها امراض مثلا بالمعده كذا بيطلبوا شراب التوت مخصوص لل، او حتى نوع العجينه احيانا بتعملوا شيء مخصوص. ايه طبعا بنخالي، حلويات بنخالي ان شاء الله. انا شايفه هون يمكن هي خفيفه شوي اللي فيها سكر فرح، هي يمكن غريبه اللوز. تفضلي لا تستحي تفضلي. هي غريبة اللوز، هي غريبة اللوز. بالعكس هي فيها سكر. فيها سكر. انا فكرت ما فيها سكر، عم حاول. كمان بالنسبة لهون الحلويات الشرقية في نوع بتفور محشي كمان عليه كرانش. هذا جديد عاملينه. ايه جديد. تمر؟ لا مو تمر. هي قلبة محشية، العجينة بعجينة بتفور محشية، مد يعني بالصينية. محشية جالاكسي مع انواع المكسرات، تقريبا أربع أو خمس أنواع مكسرات. حلو. جوز، فستق حلبي، لوز. طيب اليوم شيف بدي أسألك، يعني اليوم شوي الظروف أصعب من قبل، الكهرباء مانا متوفرة، هي المواد كيف عم يتم حفظها؟ كيف نحن بنقدر ما يكون عندنا في خسائر كبيرة، يمكن بتضاهي الربح في بعض الأحيان لأنه ما في كهرباء متوفرة ل 24 ساعة تحفظ هي المواد؟ هي يمكن من ضمن الصعوبات اللي عم تتعرضوا لها. صراحة كثير عم نتعرض لهذا الموضوع وفي خسائر، ولكن لا يعني ما في خيار ثاني يعني. اللي عنده قدره انه يركب طاقه عم يركب، صحيح. اللي ما عنده قدره بده يتحمل الوضع، لانه حتى المولده ما بتخدم يعني. اكيد يعني بتخدمك تشغليها. شو في صعوبات ثانيه شيف بعملكم؟ ما في هلا، ما غيرنا الزبون. نعم غيرنا الزبون. لا بشكل عام ما في الحمد لله صعوبات، شوي القدره الشرائيه عم بتصير صعبه ضعيفه بالعالم، لانه المواد كلها صارت غاليه يعني. صحيح. طيب هلا بس عم نحاول نحن، عفوا، بس عم نحاول قدر الامكان انه يضل الكوست ضمن المعقول، وفي ناس رغم ذلك بتقول لك انه كثير غالي يعني. اكيد. طيب خلينا نحكي شوي كمان، اليوم في ناس كثير مثلا بتنسى شوي التفاصيل. نحن بنعرف المعمول العيد بالعموم من ايام زمان كان له وقت معين لاستهلاكه. هلا مثلا المحلات الحديثه بتكتب تاريخ صلاحيه، احيانا في ناس بتكون جايبه تواصي. بالعموم مشان هيك من باب المعلومه، قد ايه ممكن يقعد عنا المعمول بالبيت او البيتي فور؟ بين العشر ايام وال15 يوم. طريقه حفظه يعني مثلا في شيء بنحط بالبراد، في شيء ما بنحط، مثلا مثل هي الانواع ما بتنحط بالبراد، تنتزع يعني. طبعا حتى البتفورات، حتى الحلويات الشرقيه والبرازق، لو حاولت تحطيها بالبراد استاذي تلاقيها رطبت وما بتضل صح. طيب اليوم خلينا نحكي عن التنوع لقدام بالمستقبل، هل في افكار جديده ممكن انتم تدخلوها، ان كان بالشكل، ان كان بعض الزبائن ممكن هو يتدخل يقولكم انا حابب هي الاشكال المعينه، لو كنتم مثلا ما كنتم مشتغلينها من قبل، تاخذوا براي الزبائن؟ اي طبعا اكيد الزبون ضروري، وكثير في تفاصيل بناخذها من الزبون، بتحب هيك بتحب هيك بالاكل او بالحلو بالسويك يعني. لازم تاخذ الزبون، لانه حتى في شغلات تسويها بعدين الزبون انا ما بعرف انه كان هيك، كان كشيف وكخبره كبيره انا مضطر اساله الزبون بادق التفاصيل. بتحب عندك مشكله مثلا اذا اجى شخص بده يوسع اكل، عندك مشكله بالحر؟ هي ابسط سؤال. طيب اليوم بما انه حكينا عن الغلا،
شفنا انه بعض المحلات يمكن مثل ما بنقول الكواليتي تغيرت، طعمه الحلو تغيرت، ممكن انتم تتدخلوا بنوعيه المواد الاوليه المستخدمه، ترخصوا فيها كرمال تكون مقبوله نوعا ما لدى الشاري او الزبون مثل ما بنقول، او لا الكواليتي لازم نحافظ عليها ولا للزبون حريه الاختيار انه يشتري او لا. انا ضد الفكره تماما، انا عندي نوع واحد بيشتغله سمن حيواني، مواد خامه معروفه شويه هي بضاتي. اذا هو مو قادر يشتري ممكن كارمه ممكن راعي ممكن اكسر حالي، بس اني اعمل بضاعه رخيصه واحطها بالسوق اكيد لا. انا بالنسبه لي ما بقدر اشتغل نوعين يعني بدون ذكر اسماء، فعلا تغيرت الكواليتي سلمى بالسوق وتغيرت هذا اللي بيفرق يمكن اليوم شغل المحلات مثل ما بيقولوا لك اللي عم يشتغل على الكميه اكثر ما عم يشتغل على النوع. يعني في ناس خلص اخذت اسم متوقع انه هذا الاسم رح يضل الاسم تمام رح يضل يعني معه للابد. ما بشتغل ولا كيلو بدون طواسي وهذا هذا الافضل ولا بخزن. طيب بما انه حضرتك يعني كنا عم دردش معك تحت الهواء شي صار لك تقريبا 30 سنه 35 سنه، خلينا مين يعني مين بتاخذ راي مين يعني بالاكل، مين اللي بيساعدك، مين اللي بيكون الزواق؟ نحن دائما بنعرف في اشخاص هيك بتكون قريبه من الشيف بتذوق بيوثق برايها ممكن. هلا الناس اللي حوالي من اصدقاء من اهل من والدة الله يطول بعمرها هيك منعيد عليهم اليوم اكيد تسلمي. بالاضافه الى في شغلات خاصه بالمصلحه ممكن اي شخص ما يعرفها اللي انا مرجعيه اكثر من شخص شيفيه وكان مدراء وكان اساتذتي الله يقويهم يعني لليوم انا برجع لهم يعني اكيد. يعني حلوة هي التفاصيل وحلوة هيك نشارك هي القصص. فرح اليوم مع المشاهدين مو بس نشاركهم، كنا بنتمنى الكل يشارك ويدوق عن جد يدوق معنا، ولكن بنتمنى ما بنعرف. أنا أول واحد ما حخلي يدوق هو المخرج يلي من أول الفقرة بده يدوق أنا ما رح دوقه أكيد. بدنا نقول له للشيف شكرا كثير لإلك لوجودك معنا على هي الزينة اللطيفة يلي نحن ختمنا فيها برنامجنا. بدي أتمنى لك بقية نهار تكون كثير حلوه مع العائله وقتها مبارك. شكرا لك. وانا بشكركم لكم، بشكر الكاميرا الاخباريه كوادر العمل، كل عام وانتم بخير ان شاء الله يا رب دائما نشوفكم بخير. شكرا شكرا لك شيف الياس، واكيد نتمنى للكل الصحه والسلامه هيك واللقمه الطيبه كيف ما كانت تكون، ان كان شغل بيت او هي شيء خاص اكيد بدنا نقول للكل شكرا لك شيف مره ثانيه. ينعاد عليك كتير.